فتح قرار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بانضمام الحكم السكندري محمود بسيوني للقائمة الدولية بدلا من محمد فاروق الذي تجاوز السن القانونية. فتح النار على عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على اللجنة، حيث اتهمه البعض بمجاملة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية ردا على مساندته له في انتخابات الجبلاية قبل عامين. الانتقادات الموجهة لعبد الفتاح لم تقتصر على هذا الجانب فقط، بل امتدت لتشمل ترتيب الرجل للانتخابات المقبلة والعمل على كسب ودي مزيدا من المناطق بعد قراره بالإبقاء على محمود عاشور حكم الساحة وأيمن دجيش الحكم المساعد رغم رسوبهما في اختبارات اللياقة البدنية، واستبعاد لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لهما من إدارة المباريات. بعيدا عن هذه الانتقادات، أثارت أخطاء بعض حكام مباريات الدوري الممتاز في أسابيعه الأخيرة حفيظة مسؤولي الأندية وجماهيرها وعلى رأسها النادي الأهلي بعد أن حرمه طاقم الحكام بقيادة جهاد جريشة من فوز مستحق على الإسماعيلي في الجولة الخامسة عصر الأربعاء الماضي، عندما تغاضى عن احتساب ضربة جزاء ضد شوق السعيد مدافع الدراويش نتيجة إبعاده للكرة بيده. وفاجأ جريشة الجميع عندما احتسب مخالفة ضد عمرو جمال مهاجم الأهلي بعد أن تابع محمود حسن تريزيجيه الكرة داخل شباك الحضري. عبد الفتاح الذي ولد في 30 من ديسمبر عام 65 في محافظة بني سويف ولمع اسمه في التحكيم المصري والإفريقي خلال الألفية الجديدة عندما شارك في إدارة نهائيات كأس الأمم الإفريقية أكثر من مرة، وكان أحد الحكام في نهائيات كأس العالم بألمانيا عام 2006. يرد على هذه الانتقادات ويفسر أسباب تراجع التحكيم المصري في السنوات الأخيرة وحضور قضاة الملاعب المصريين الخجول في البطولات القارية والعالمية لمصلحة زملائهم من الجزائر وغامبيا وكوديفوار والسنغال ومالي، ويقدم كشف حساب لما قدمه للكرة المصرية بعد عامين من انتخابه كعضو مجلس إدارة في المجلس الحالي. كل هذا من خلال حوار صريح وساخن في الملعب. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، دي حلقة في غاية الاهمية لاننا بنتكلم عن من وجهة نظري اهم عنصر من عناصر لعبة كرة القدم وهي التحكيم. ودايما بقول لكم انه ممكن ما يعني المباراة ما يبقاش فيها لعيب، ما يبقاش فيها مشجع، ما يبقاش فيها مدرب، لكن ما ينفعش المباراة ما يبقاش فيها الحكم يعني. وبالتالي التحكيم مهم جدا وعنصر التحكيم هو الاهم. الفترة الاخيرة ثار لغط كثير جدا، واللغط ده بيثور دائما وابدا مع القائمة الدولية. جالنا سنين كده كنا خمدين انه القائمة هي اللي بينجح بيعدي وخلاص، وكبر وساعات الكبر ده اختبار الكبر ده يتعمل على يومين وساعات على ثلاثة وما عندناش مشكلة، الدنيا بتمشي ومفيش مشاكل. الان اصبح المعيار مختلف، وده اللي هنعرف من الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس لجنه الحكام الرئيسيه اللي انا برحب بيه وبقول له اهلا وسهلا كابتن عصام، منورنا. اهلا بيك كابتن شوبير، انت اللي منور وكل مشاهديك الكرام منورين، وسعيد ان انا اكون موجود معاك. اهلا بحضرتك، شرفنا. عايزين نعرف منك بقى ايه القصه، ايه الحدوته، ايه القلق اللي مثار، يعني هل ما يحدث في مصر بيحدث في الدنيا؟ يعني مثلا القائمه الدوليه اللي بتضم سبع حكام في المانيا، في اسبانيا، في فرنسا، في ايطاليا، في الهند، في اي حته، يعني بيجوا كل سنه بيعملوا اختبار، بيجوا كل سنه بيعمل اختبار تحريري واختبار كوبر، كيف يتم يعني تعيين الحكم او اختيار الحكم الدولي في العالم كله يا كابتن عصام؟ بص يا كابتن شوبير، انت قلت في خلال كلامك ان كانت الامور هاديه
وهم السبعه الدوليين موجودين في القايمه. صحيح. ومفيش اختبارات. لما واحد بيطلع على المعاد بيجيبوا غيره. بيجيبوا غيره. احنا العالم كله دلوقتي بيعمل اختبارات ومعايير لاختيار القايمه الدوليه. نعم. وعلى فكره يمكن في الماضي كان في معايير ولكن القليل فقط اللي مشي على هذه المعايير من لجان الحكام الرئاسيه. في معايير بتيجي من الاتحاد الدولي بيلزم او بيجبر اللجان الحكام ان هي تمشي عليها، لكن ممكن البعض الحقيقه نفذ هذه المعايير والبعض الحقيقه تجنب او تخطى هذه المعايير. المعايير كانت ثابته جدا، احنا حطينا معايير من سنتين، احنا يمكن دي القايمه الثانيه للجنه الحكام الحقيقه تشرف ان هي تضعها. حطينا معايير قلنا هيبقى في 50% على اللغه الانجليزيه واختبار اللياقه البدنيه. كويس. يعني كم شوي قلنا واللياقه الطبيه ايضا، قلنا اللياقه الطبيه عليها 15%، اللياقه البدنيه 20%. ليه زودنا اللياقه البدنيه 20%؟ لان كان عندنا اخفاقات غير عاديه فيها في السنين الماضيه. واللغه الانجليزيه قلنا عليها 15%، دول 50% و50% على الحاله الفنيه للحكم. وده الاساس. الاساس اللي هو اداؤه داخل الملعب. دي بالظبط المعايير اللي احنا حطيناها كابتن شوبير. كويس. بدانا اول قايمه، خرج من القايمه اربع حكام، واربع حكام كبار جدا. فهيم عمر، سمير عثمان، ياسر عبد الرؤوف، حمدي شعبان. حمدي شعبان، نعم. ودول حكام كبار الحقيقه وخدموا التحكيم المصري، ودول خرجوا بسبب عدم اجتيازهم اختبارات كبر، اختبار اللياقه البدنيه. تمام. وده اللي هو من الشروط الاساسيه. نعم. ان هو يكمل في القائمه الدوليه. كويس. والناس خرجت وكانت المعايير مطبقه بشكل كبير. اتعرضنا لانتقادات كبيره جدا، واعتقد ان بعد كده ثبت ان وجهه نظر لجنه الحكام الحقيقه كانت صحيحه في ان يكون في معايير الاختيار. هي القصه زي ما قلت لحضرتك هي تغيير العقليه المينتاليتي بتاعت الناس. احنا من خلال القائمه الاولى واضح ان احنا كنا مصممين على المعايير. تمام. لكن البعض مش عاوز ده، عاوز نرجع للماضي، عاوز ان احنا نتاثر بضغوطات، نتاثر بان الحكام. ايه نوع الضغوطات يا كابتن؟ بص لا خلينا نتكلم بامانه، انا عايز افتح ملف التحكيم ده، ملف شائك وعايز افتحه مع حضرتك. شوبير القايمه الدوليه الحقيقه بتتاثر بعض اللجان الحقيقه كي بتتاثر بضغوطات من اعضاء مجلس الاداره. نعم. من رئيس الاتحاد. نعم. من ممكن بعض الوزراء، نتكلم عن الماضي. نعم. رؤساء انديه ممكن يتدخلوا. نعم. رؤساء مجالس اداره تحرير جرايد، حاجات كتير قوي يعني. بكلمك بكل امانه. كويس. احنا تعرضنا لده شويه عشان اكون صادق معاك. كويس. انت بصفه شخصيه؟ بصفه شخصيه. يعني كلموك الناس دي؟ يعني الناس دي كلمتني. حد من اعضاء الاتحاد كلمك على حد من الحكام؟ يعني لكن لا، يمكن الاتحاد الحقيقه الناس كانوا عارفين اسلوب عملي فخلاص مش قادرين بقى الامور. يمكن في كان في ضغوطات خارجيه الحقيقه من خارج الاتحاد. مجامله حد، ان ده مش هتفرق، ان هو ممكن يخش السنه دي، يعني القصص اللي انت حضرتك عارفها دي يا كابتن شوبير. لكن احنا الحقيقه مشينا بالمعايير الموجوده، واعتقد ان يمكن قبل الحلقه انا طلبت من حضرتك او ترجيت حضرتك ان احنا ما الاختبارات او معايير الاختبارات ما نطلعهاش على الشاشه، لان خليني بس اقول حفاظا على 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 الحكام. مع حضرتك امبارح انه في اثنين حكام بالتحديد الورداني واحمد ساهر معترضين على استبعادهم من القائمة الدولية، والورداني هنا على الهواء قال انه مكسر الدنيا في الاختبار، وانت قلت لي الورق هيكون معايا والورق فعلا معايا، لكن انا بحترم رغبتك بس عشان ايه الناس ما تفكرش ان انا بكذب على الناس. الورق معايا، يعني ورق الاختبارات موجود معايا اهو، بس انا احتراما لرغبة الكابتن عصام عبد الفتاح مش هعلنه، بس هعلن الدرجات. اعتقد حقي ان انا اعلن الدرجات. ماشي يا كابتن. انا الدرجات لكن مش حواريه، لان انا لو قلت الورق فيه الحقيقه فيه فضايح، فبلاش ان انا اقوله، لكن حالا الدرجات. اتفضل يا كابتن. فاحنا ما ظلمناش حد يا كابتن شوبير. نعم. البعض اتهمنا ان هو بيرفكت في اللغه الانجليزيه. وده عالي تماما من الصحه. واضح ان البعض محتاج انه ياخد دورات. وليس عيب ان انا بشتغل موظف في دوله، وليس عيب ان انا دكتور، وليس عيب ان انا عيب وليس عيب ان انا اكون ضعيف في اللغه الانجليزيه او حاسس نفسي. انا دايما بقول للناس تجربتي انا شخصيا، انا واحد كلنا في الانجليزي يعني حني. لقيت نفسي وانا في النادي بتعامل مع مدربين اجانب كلموا اللغه الانجليزيه، لقيت نفسي وانا اعلامي صحيح ما وصلتش 100% ولا 80% ولا حتى 75%، لكن على الاقل لما يكون معايا مصدر بكلمه وبعمل معاه لقاء، مش اللغه الانجليزيه اللي هي البيرفكت قوي، لكنه على الاقل وصلت لفوق 60%، بعرف اتعامل، بعرف اقول، بعرف ادير الحوار، وده امر الحمد لله سهل لي شغلي. دخلت دروس، كنت بجيب مدرسين، ما كنت بجيب حد من اقاربي، خدت حوالي 52 حصه
عشان اعرف اتكلم لك، وخدت كورسات كمان في اللغه الفرنسيه، بقيت لما اسافر مع النادي الاهلي او مع المنتخب اعرف اتكلم كلمتين على الاتوبيس، على الاكل، على النوم، على الراحه، الى حد ما يعني. كان اول مفاجاه ليك يا كابتن شوبير. نعم. والورق مع حضرتك. ان احنا ما عملناش امتحان في اللغه الانجليزيه بشكل عام. احنا عملنا امتحان للحكام المساعدين في ورقتين في كتاب القانون، ورقتين اتنين. اللي هو الورقتين هم يا جماعه، ورقتين الاتنين، ادي ورقه وادي الثانيه، بس عشان الاخوه الحكام يعرفوا ان الورق معايا، ادي ورقه وادي الثانيه. اتفضل يا كابتن. احنا عملنا الامتحان اللي ده في نظام امريكاني وبتاع بالظبط. الامتحان ده يا كابتن شوبير في ماده واحده فقط. ماده واحده وهي ماده التسلل. يعني مش في 17 ماده قانون لعبه كره القدم يعني. يمكن تسهيلا على الحكام. اعتقد يعني ما فيش اسهل من كده في الدنيا. احنا جبنا الاختبار في ماده واحده بس اللي هي ماده التسلل. يعني بس لو كده والله الورق مع حضرتك. الورقتين دول كله ده في ماده التسلل. الماده دي هي اصغر ماده في قانون كره القدم. يعني هي الماده دي عباره عن ورقه وش وظهر في القانون. اذا احنا الحقيقه ما جاملناش حد ومش هنجامل حد. يعني البعض فاكر ان هو بالضغوط فاكر ان هو يعمل تجمهر ويعمل تظاهرات. لا، احنا تجمهر احنا ايه؟ وعاوز اقول حاجه كابتن شوبير، احنا يعني بنخاف على حكامنا. واحتراما لأسس التحكيم واحتراما للتحكيم المصري. انا الحقيقه رفضت ان ان احنا الورق ده يطلع على الشاشه بشكل مفصل. ولكن احنا نتيجه للهجوم الضاري اللي حصل على لجنه الحكام، اعتقد كان من حقنا ان احنا ندافع عن نفسنا وان الراي العام يعرف الحقيقه. انا اللي زعلني جدا من هذا الهجوم الحقيقه والم الكثير من اسره التحكيم ولجنه الحكام هو ان انا اقلل من زميلي. انا كنت اتمنى ان انا لو ليا حق اطلب بيه. نعم. ولكن ما اقللش من زميلي. انا عاوز اقول حاجه كابتن شوبير، ان الله يدافع عن الذين امنوا. امس انا تعمدت ان سمير جمال يلعب مباراه حساسه بس انت جدا. قلبك جامد ان انت واحد حطه في القائمه الدوليه اول امبارح، وامبارح مباراه ما بين الزمالك وسموحه، وبيتهاجم وزملاته اللي بيطعنوا فيه، وده امر المني انا شخصيا جدا. وبتدي له مباراه زي دي في وقت الزمالك ما بيفوز، وفي وقت السموحه برضه بيتعرض لظروف صعبه لانه اصبح من الفرق الكبرى، وبتدي له مباراه عصيبه زي دي في هذا التوقيت يا كابتن. لان احنا مش خايفين يا كابتن شوبير. مش خايف. احنا مش واثق في حكمك والله. وواثقين في الله عز وجل ان احنا بنعمل الصح. احنا احنا مش جايين ان احنا نعمل لصالح ناس، احنا بنعمل لصالح التحكيم المصري. اعتقد يا كابتن شوبير اللي انا بقوله رجل الشارع العادي شاهد على السنه ونص اللي احنا مسكنا فيه التحكيم. يكفي ان رجعنا الثقه ما بين الانديه الكبيره في الحكم المصري بعد 18 سنه. اهلي وزمالك. استاذنك بس انا مضطر اروح لفاصل وارجع تاني، لان عندي اسئله كتيره جدا وعندي حوالي ساعه كلها اسئله للكابتن عصام عبد الفتاح، ونطلع كمان بزي النهارده. زي النهاردة 26 أكتوبر 1952، خسارة المنتخب أمام إيطاليا بستة أهداف مقابل هدف في كأس البحر الأبيض المتوسط، وسجل شريف الفار هدف مصر الوحيد.